إن تصويتكم اليوم سيدات والسادة أعضاء الأمة على هذين النصين يعبر عن إرادة قوية في محاربة مختلف أشكال الإجرام والتصدي للظواهر الإجرامية الخطيرة التي تهدد المجتمع الجزائري. فالتصويت على نص القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته سيسمح بتدعيم المنظومة القانونية الوطنية بنص خاص متكيف مع الالتزامات الدولية لبلادنا. عبر تصويتكم على نص القانون المعدل والمتمم لقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاتجار والاستعمال غير الشرعيين بهما، فإنه أيضا يعبر على قلقك من تداعيات هذه الآفة التي تدمر المجتمعات وتعطل مسار تنميتها. القضاء على إشكالية تصنيف بعض المواد التي انتشرت في المجتمع، وهو ما لاقى استحسان الكثير من المهتمين من قضاة ومحامين وحقوقيين وعمال الصحة وصيادلة.